اهلا بحضراتكم من جديد. اسراء يمكن اجيلك زي ما اتكلمت مع رامي، عنده هو بلان وعنده اجنده بيفكر فيها انه يشارك في الاندور عشان يقدر يجيب ارقام ويقدر بيها يرجع طبعا للمنافسه او يوصل الاولمبياد. انت نفس الفكر نفس التخطيط كده ولا نفس شكل مختلف؟ التفكير، لان انا هو يعتبر نفس المرحله السنيه، احنا الاثنين بنلعب تحت الدرجه الاولى، فان شاء الله يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر. اللاعب او بيساعده بقى ساعتها المدرب او بجانب النادي والاتحاد ان هو يوفر له اي بطوله او اي منافسه تكون قويه بحيث ان هي تاهله لاي ماتش دولي يعني. طب نتكلم على الارقام، يعني انت دلوقتي مثلا اكيد عشان تروحي او يبقى عندك طموح عالي ان انت في الاولمبياد، وبتروحي مش بس الاولمبياد عشان تادي اداء، لا يعني رايحه تعملي حاجه، اكيد شايفه الارقام وشايفه العالم وصل لايه، تحسيني رقمك ازاي؟ يعني اكيد لازم تشتغل على نفسك، اكيد في شغل بدني، في شغل ذهني، في شغل فني، البلان دي محطوطه ازاي ولا مين اللي بيشرف عليها؟ المدرب هو اللي بيشرف عليها، كابتن هشام علي هو اللي بيشرف عليها. هو المفروض ان احنا لما بنيجي نحط البلان دي عشان اوصل لنفس المستوى بتاعهم لازم اعسكر في مكان يكون كويس، يبقى معايا كذا وسابه، يكون مثلا مستوانا مش هقول يبقى بعيد عن بعض بس يبقى كلنا مستوانا متقارب بحيث ان احنا نقدر نشد بعض. ما انا ممكن مثلا اعسكر مع ناس بس يكون المستوى متباعد، فهو كل واحد في حته، ولا انا اقدر افيد اللي قدامي ولا اللي قدامي قادر يفيدني. طب المعسكر ده ممكن يتوفر محلي ولا لازم يكون معسكر خارجي في اوروبا مثلا؟ هو الاحسن ان هو يبقى بره، هو ممكن يتوفر هنا بس مش هيبقى اكيد بنفس القوه او بنفس المؤثر على اللاعب زي المعسكر الخارجي. طب في الحاله دي مين اللي المفروض بيوفر لك بقى المعسكر ده؟ هل منتخب مصر؟ انا اعرف ان اتحاد العاب القوه عنده ازمه ماليه شديده. ولا هل النادي الاهلي بيساهم بجزء؟ ولا اللاعب نفسه اللي بيصرف يعني؟ ولا لو انت ليك سبونسر يعني اللي بيكفل بحاجه زي كده مين؟ هو المفروض اللي تكفل بالمعسكرات وكده الاتحاد، لان انت دلوقتي لما بتيجي تلعب اي ماتش دولي بتلعب باسم الاتحاد مش باسم النادي. فالمفروض اللي بيوفر حاجه زي كده الاتحاد. ممكن بقى ممكن لو ما فيش مثلا امكانيه ممكن اللاعب هو اللي بيقوم ان هو بيوفر لنفسه المعسكر ده. دي صور ليك يا اسراء صح؟ دي في المركز الاولمبي. دي في تونس اخر بطوله ساعه ماتش الثلاثي بطوله عربيه لما خدت تاني صح؟ ده في التمرين خدت اول. للاسف. ده في التمرين عادي في المركز. ده في المركز الاولمبي برضه. ده ساعه ماتش الطويل برضه في البطوله العربيه الدولتين المغرب والجزائر. هتلاقيهم في افريقيا كده برضه. ده احمد ابن رئيس الجهاز بتاعنا. والله كويس برافو. هو بيلعب العاب قوه. انضم كان بيلعب فولي وباسكت وانضم قريب لالعاب القوه. كان بيلعب باسكت. كان بيلعب باسكت هو ما شاء الله عليه. طيب الباسكت والعاب القوه حبايب. طيب ودي؟ دي البطوله العربيه بس اللي كانت بتلعب هنا في مصر كانت في الجامعه الامريكيه، عملت فيها اول طويل وثاني ثلاثي. طيب انا عايز افتح معاكم ملف يعني المنشطات. ربنا يبعد عنا ويعني ويجعل بيننا وبينها يعني ايه مسافه. المنشطات والملف ده للاسف حرم ناس كتيره جدا من ان هي تتاهل او ان هي توقفت كتير. واخدين بالكم من الموضوع ده يا اسراء؟ اكيد لازم ناخد بالنا، حتى يعني مش بمزاجنا حضرتك لو جيت شويه صداع طبيعي ان اي حد بياخد اي حاجه للصداع. لا ممنوع تاخد اي دواء ايا كان ايه هو، حتى لو كانت المشكله اللي عندك بسيطه لازم ترجع للدكتور وتبعت له الدواء وتبعت له مكوناته ايه وهو يبدا يرد عليك. لا اما تمام تاخده لا اما ما تاخدوش.